وفد رفيع من قيادات الإصلاح يصلون إلى صنعاء للقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى. انقلاب الموازين. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشف مصدر في مجلس التلاحم القبلي عن وصول وفد رفيع من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى العاصمة صنعاء. ووفقا لمصدر في مكتب الشيخ ضيف الله رسام رئيس مجلس التلاحم القبلي، فقد وصلت قيادات إصلاحية رفيعة بمشائخ وعقلاء محافظة الجوف إلى صنعاء مساء الثلاثاء. وأكد المصدر أن وصول القيادات الإصلاحية جاء بهدف بحث الدعوات التي أطلقتها قيادات سياسية وحزبية بارزة في صنعاء للحزب بالعودة إلى صف الوطن، هذا تأكيده. وأكد المسؤول في مكتب رسام أن القيادات تنتظر لقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط دون الكشف عن مواعيد ذلك، رغم تأكيدها أن اللقاء سيبحث آلية وطرق عودة قيادات وضباط إصلاحيين أيضاً.